شايف كده ازاي؟ ومحدش يمشي كده ويرجع تاني كده. لا اهو البرجر بتاعي اهو، نغير السن بتاعنا اهو كده اهو اهو، شايفين؟ ماسك البرجر من فوق، بميل ايدي شويه، بميل ايدي شويه، وبعدين ايدي بتلف اهو مع الدايره، ايدي بتلف مع الدايره. ده اضمن حاجه علشان تطلع الدايره بتاعتك مظبوطه والسن ما يهربش منك وينط منك والكلام ده. طبعا قبل ما تعمل الكلام ده تاكد ان اي بريمه عندك مربوطه كويس. تاكد ان اي بريمه عندك مربوطه كويس، اي بريمه عندك مربوطه كويس. ليه؟ لان لو بريمه مش مربوطه كويس وانت بتشتغل هتفتح منك، لف منك، السن واقع منك. يبقى لازم تتاكد ان كل البريمات اللي عندك ايه؟ مربوطه كويس. خلاص؟ ظبطت الكلام ده، اجي بعد كده احط البرجل بتاعي واقيس ازاي؟ اشتغل ازاي؟ هنا المراكز فين؟ لما نفكر كده فين المراكز؟ عند الكورنرز. المراكز كلها عند الايه؟ كورنرز. عند الكورنرز. المراكز كلها عند الكورنرز. في حاجات كده بتبان يعني لو شغلت دماغك شويه صغيره هتلاقيها. لو ما خدتش لسانك احنا متعودين انسوا ثانوي. انسوا ثانوي. انسوا المدرسين الخصوصيين. انسى ان كل حاجه لازم تتقلك. يا اخوانا عندكم نعمه 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 ما تعرفوش قيمتها قد ايه. والله ما تعرفوا قيمتها قد ايه. شغل ده قبل ما تسال، قبل ما لسانك يطلع، قبل ما تدور على المعلومه جاهزه، فكر انت توصلها ولا ما توصلهاش. فهنا زي ما قلنا لما ابص كده باين تماما اللي فين السنترز بتاعتي؟ السنترز كلها عند الكورنرز. السنترز كلها عند ايه؟ عند الاربعه كورنرز. فبعمل ايه؟ ها؟ مين عايز بونص؟ تعالى تعالى واحد رفعت ايدك، تعالى. تعالى قول لي نعمل ايه؟ المسافة انت زي ما انت شايف كده، المسافة ما بين كل ارك والتاني ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ارك. قوس. اسمه ارك. قول لي تعمل ايه؟ ها؟ 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 كويس. وبعدين؟ ها؟ باسم. فين؟ درجتين بونص. شوف الاي دي بتاعك كام؟ 19. طب خد يا ايمان. هاخدهم في الاخر. هاخدهم في الاخر. يعني بعد ما ياخد كل درجات اعمال السنه بتاعته ال 40 من 100 وكل الكلام ده هياخد درجتين زياده. وكل باستراحه هتلاقيني كده هروح ضرب. اللي مصحصح معايا هاخد بونص. اوكي؟ هنا اهو زي ما احنا شايفين. الأربعة ده كله متناظر ولا لا؟ الأربع تركان زي بعض ولا لا؟ الأربع تربع زي بعض ولا لا؟ زي بعض. يبقى إذاً أنا حاجة لو ركزت هنا أهو وصلت للنقطة دي شايف القوس عامل إزاي؟ من هنا لتحت. مش كده؟ أهو يبقى أنا حاجة هنا أهو أهو هركز هنا أهو وفتح البرجر المقدار قد إيه؟ من هنا لغاية هنا. أروح جاي راسم قوس أهو. أوكي؟ مش كده؟ حد عنده مشكلة؟ وبعدين بنفس الفتحة. بنفس الفتحة انقل هنا. لما انقل هنا يبقى القوس ده هيجي لي ازاي؟ يجي كده اهو. مشكلة دي. اهو. وبعدين انقل هنا. وبعدين هنا هيبقى عامل ازاي؟ اهو هيجي لي من اهوت يبقى السن ازاي؟ ها؟ ده كده اهوت يبقى ده من هنا هيجي لي ازاي؟ هيجي لي كده اهو. وبعدين هنا هيجي لي ازاي؟ قلنا ده كده اهوت. ده كده احنا قلنا ده كده ده هنا اهوت ده من ناحيه التانية. ده هركز هنا اهوت هيجي لي كده. هنا اهوت وبعدين من هنا هيجي لي ازاي؟ هيجي لي من الناحية التانية. اوكي؟ يبقى احنا بناخد ده كده اهو هنا وده الناحية التانية وده بعد كده فين؟ ده كده اهوت كده وبعدين ده هيجي لي ازاي؟ المنظر
وبعدين من عند كل نقطة من عند كل نقطة من دول أرجع لي قد إيه؟ 10 10 10 10 وهنا أهو 10 10 10 10 وهنا نفس الحاجة من عند كل نقطة أقيس إيه؟ 10 هنا أهو بص هنا القوس بتاعي بقيس أهو ده نازل كام؟ 10 واللي بعده 10 واللي بعده 10 يبقى أنا هاجي هنا آخد 10 اوكي وبعدين هنا اهو ده برضه 10 اهو يبقى انا هاجي من هنا هروح جاي راسم ايه؟ راسم القوس من هنا لغايه فين؟ من هنا لغايه هنا اهو المنظر ده انقل ما منزلش بقى لا لان الاربع قوس التانيين او ثلاثه قوس التانيين زيه مش كده ولا ايه؟ يبقى هاجي على هنا اهو وراح جاي بنفس الفتحه راسم ايه؟ لازم نقص الهيل واجي هنا اهو بنفس الفتحه ولا لازم ايه؟ لازم نقص الهيل واجي على هنا بنفس الفتحه برضه واجي لازم ايه؟ نقص الهيل وهكذا اجي بعد كده اللي بعدها جاي لازم دي من اهوت وانقل على دي دي من اهوت كده هنا وانقل على ديت كده عامل على هنا هجي لي ده وانقل على ده هجي لي ايه؟ اوكي ماشي سهل ولا صعب؟ قاعدين مبنيين ليه؟ انتوا يعني مجرد انت تنفذه شغل دماغك شغل دماغك مش اكتر من كده اوكي طيب نيجي نبص بقى للاثنين التانيين اللي هم البونص عملتهم خدت يعني خدت عليه بونص ما عملتهمش انت حر مش يعني مش هحاسبك عليهم انما يا ليت نعمل يا ريت نعمل شوف كده اللي ايه اللي فوق اللي على اليمين فوق لما تبص على اليمين فوق كده اهو تلاقيه شبه ايه؟ شبه ايه؟ القماش اللي بنعمل عليه ده شبه ده شبه فوق بعض لا خليت النحل اللي تحت ليه؟ الباركيه تخيل الراجل بتاع البلاط بتاع الباركيه يركب ده وانت قاعد تبص لها كده مستصعبها ده عباره عن ايه؟ بص كده مكون من ايه؟ تخيل كده ان ده بلاطات حتت انت بتحطها مكون من ايه؟ بص كده بص كويس على الشكل ده مكون من ايه؟ مربعات صغيرة طول ذراعها كام؟ 10 10 و بلاطات تانية مستطيلة قد كام في كام؟ 30 في 10 بص في الورقة بص في الشيت بص كده مربع بلاطات مربعة 10 في 10 وبلاطات تانية مستطيلة 30 في 10 مش كده؟ طيب هركبها ازاي؟ تخيل كده ان انت قاعد بازل قدام منك وبتركبه. بازل قدامك وبتركبه بلاطات مستطيله وبلاطات مربعه هركبها ازاي؟ بمنتهى البساطه بص كده. هنيجي هنا فين نقطه المنتصف؟ برضه نقطه المنتصف بتاعت السنتر. نقطه المنتصف بتاعت السنتر هيجي هنا اهو ادي نقطه السنتر بتاعتي. هنا هرسم خط الفاي اول ده هيتشال. نفس الخط بتاع 45 هنا وهنا اهو نفس الحكاية 45 اوكي طيب احنا قلنا المربع اللي في النص ده كام في كام؟ 10 في 10 مش كده؟ يبقى هاخد ايه؟ 5 فوق و5 تحت وهنا 5 وهنا 5